السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا في سوق البياضة. هذا السوق اللي معروف على أنه كيبيع البيض بالجملة. جينا نشوفوا شحال ديال البيض اليوم سواء الرومي أو البلدي، ونشوفوا شنو هو الأسباب اللي كتخلي البيض على أنه دائما كيتغير في الثمن ديالو، مرة طالع مرة هابط. كل شيء هذا الشيء غنشوفوه في الجولة ديالنا. الله معي. البيض سيدي كاين دابا، كاين الفائض البيض شويه دابا الخافض شويه بالنسبه للاسبوع الاول. دابا الخافض كان الاسبوع الاول 110 حتى 115 سنتيم، دابا كاين 90 حتى 95 ما بين الدرهم والتحت. البلدي اللي طالع شويه، البلدي تعمل 40 ريال حتى 38، الرومي درهم حتى 21. قول درهم كاينه في الرومي. قصدي على الثمن ديال السوق المدينه شويه غالي، لا ديك واخا داكشي قليل ولكن هابط. بالنسبه للبيض السوق ما محدوش في الثمن، كيطلع وتيهبط وكيعاود يطلع وكيعاود يهبط على حسب الاقبال. هذا دابا حطونا درهم، حطو درهم دابا، هذه واحد يوم ثلاث ايام حطو ب 24، فهمتي؟ هذا الثمن ديالو ماشي قار. دابا كل نهار قضى 24 ساعه، قضى 48 ساعه، اما تطلع اما تهبط. ايوا البيض حطيت على حسب، حيت نمشيو على حسب الجدريل ديالنا، راه نلقاو بدرهم تنبيعو ب 22، نلقاو ب 22 تنبيعو ب 24. ديال شحال تقريبا باش نطيح؟ خلينا بدرهم دابا. وبالنسبه للرومي البلدي شحال كيكون؟ البلدي دابا طايح ب 40 دابا. كان الثمن طالع شويه ولكن دابا الخير موجود، دابا دير 84 85. والبلدي مع هاد الشتا وداك الشيء كيقلي، كان دير 34 35، دابا دير 38 هنا في الجمله. ما بقاش غيتزاد، دابا غيبدا يهبط. دابا الوقت ديال العواشير فات، دابا غيبدا مره تينزل شويه حتى غيرجع للثمن ديالو عادي.